بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم العجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.